يعني سيدي قابلتيني خير ان شاء الله. ما جاش العصر اليوم ولا يعني صالحة هو اللي جيت اليوم ما كان الصحة ما جاش العصر اليوم بشير تكون نهار واحد هو اللي جيت اليوم ما كان الصحة هاك شوف ها هو من جاك لقاتهم هنا والله شاف الشيخ صالح هذايا المجد بالنسبة ليه راه تبنى بالعقل يخليه حتى وقت ما يخليه وقت ما يخليه بالنسبة ليه صاي نعم بالنسبة ليه